عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا نتحدث عن سيف القهر. هل انتشرت المسيحية بسيف القهر أم انتشر الإسلام بسيف القهر؟ الإسلام متهم منذ بطرس الناسك في عام 1115 إلى يومنا هذا بأنه انتشر في أرجاء الأرض بسيف القهر، ذلك أنهم لم يجدوا طريقة لتفسير ظاهرة انتشار الإسلام في العالم إلا أن يعترفوا بأنه الدين الحق، أو أن يتهموه بالكذب بأن الناس دخلت في دين الله خوفا من سيف الإسلام. ماذا يقول التاريخ؟ المؤرخون الذين سنقرأ لهم جميعهم من أصحاب العيون الزرقاء، جميعهم غربيون لا يؤمنون بالإسلام ولا يعترفون به، لكنهم ينطقون لنا بالحقيقة. فهلما نقرأ شهاداتهم، هل قالوا بأن الإسلام انتشر بالسيف أم قالوا غير ذلك؟ نبدأ بالسير توماس أرنولد، مؤرخ إنجليزي وأستاذ في جامعة كامبريدج، يحدثنا في كتابه الدعوة إلى الإسلام كيف انتشر الإسلام في الدنيا. هل انتشر يا أرنولد بواسطة سيف القهر؟ يجيب: مبادئ التسامح حرمت تلك الأعمال التي تنطوي على الظلم، بل كان المسلمون على خلاف غيرهم، إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدا أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسط. كانت المظالم تقع بين الكنائس، والمسلمون هم الذين أوقفوا هذه المظالم، هم الذين ردوا إلى أهل مصر كنائسهم التي استولى عليها الكاثوليك. يا أرنولد، ما أسباب تحول المسيحيين إلى الإسلام؟ يقول: الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق، هذا كذب، بدليل التسامح الذي كان عنوانا للفاتح المسلم في أي بلد دخله. فبالتالي توماس أرنولد يقول هذا كذب. في مكان آخر يقول أرنولد: وأما حمل الناس على الإسلام أو اضطهادهم بأي وسيلة من الاضطهاد التي حصل في أيام الفتح الإسلامي، يقول: فإنا لا نسمع عن ذلك شيئا. هذه أوهام، هذه خرافات، أوهام صنعوها في عقولهم عندما عجزوا عن تفسير ظاهرة انتشار الإسلام، لكن ليس لها في الحقيقة نصيب. ليش؟ إن سياسة التسامح التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها أكبر الأثر في تسهيل استيلائهم على هذه البلاد. نعم، إيش كانوا يشكون؟ يشكون فقط من الجزية، إن المسلمين فرضوا عليهم الجزية، وهذا موضوع سنعود بإذن الله عز وجل للحديث عنه لاحقا. لكن هل هناك إكراه على الإسلام؟ توماس أرنولد يقول لا، لم يحصل هذا. المستشرق الهولندي هنري كاستري له كتاب رائع جدا أنصح به، الإسلام خواطر وسوانح، يخبرنا بأن المسلمين كانوا متطرفين في المحاسنة، في التسامح كانوا متطرفين، زودوها كثير. يقول: هذا التسامح وهذه المحاسنة كانت سببا في ضياع الدولة المسلمة. أحيانا الدولة حتى تحافظ على وجودها تحتاج إلى نوع من القسوة، تستعيد هيبتها، لكن المسلمين تطرفوا في المحاسنة، أخلاقهم رائعة، طمع بهم الناس، فأدى هذا
إلى انحلال عناصر المملكة العربية. من أسباب زوال الدولة الإسلامية تطرفها في المحاسنة، في التسامح. يقول: ولو أن المسلمين عاملوا أهل أسبانيا مثل ما فعل المسيحيون بالقبائل السكسونية لصار الناس كلهم مسلمين. كيف تحول السكسون؟ عن طريق الإمبراطور الذي خيرهم بين القتل أو التعميد، فصار السكسون كلهم مسيحيين. أما الإسلام فلم يفعل هذا. الحقيقة أن ديانة القرآن تمكنت من جميع الأمم، اليهود والمسيحيين والوثنيين، كل هذا بغير إكراه. كل هذا بغير إكراه. لماذا؟ لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لماذا؟ لا نحتاج إلى الإكراه. لدينا جاذبية في الإسلام، في نقاء عقيدته، في رفعة قيمه، في شرائعه. لدينا ما يغنينا عن سيف القهر الذي يلجأ إليه المفلسون. مرة ثانية مع الهولندي هنري كاستري، يقول لنا: لا نعلم للإسلام مجمعا دينيا. ما في عندنا مجموعة من القصص يمشون خلف الجيوش من أجل التبشير بالمسيحية. لا، ما عندنا هذا الكلام في الإسلام أبدا. كل اللي عندنا دعاة أو حتى مسلمين عاديين، إذا اختلطوا في الناس الناس تصبح مسلمة. فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان، يعني حتى التخويف، يا تأسلم يا نفعل بيك، لم يحصل هذا أبدا. بل دخل الإسلام إلى القلوب عن شوق واختيار. ليش؟ نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب. الإسلام ببساطته وكلمة التوحيد ووساطتها كانت تجتذب الناس ليصبحوا من المسلمين. المؤرخ ويلديورانت، توفي 1980، صاحب الكتاب العظيم قصة الحضارة، الذي اعتذر فيه للمسلمين بأنه لم يكتب إلا مجلدا واحدا عن الحضارة الإسلامية العظيمة. هذا الرجل بنشأة كاثوليكية، وفي يعني جزء من حياته كان بروتستانتيا. هذا الرجل يخبرنا كيف انتشر الإسلام. يقول: على الرغم من خطة التسامح الديني التي ينتهجها المسلمون، أو بسبب هذه الخطة دخل الناس في الإسلام. لماذا دخل الناس في الإسلام؟ بسبب التسامح. سيف التسامح هو الذي أدخل الناس إلى الإسلام. فدخل المسيحيون والمجوس الزرادشتيون والوثنيون واليهود والمصريون، دخلوا إلى الإسلام. كل هؤلاء دخلوا بسبب خطة التسامح الديني التي انتهجها المسلمون. فانتهى الأمر باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام. نعم، الإسلام انتشر بالسيف، سيف التسامح، سيف التسامح وليس سيف القهر. غوستاف لوبون، الطبيب والمؤرخ الفرنسي، عالم الاجتماع، يخبرنا هذا الرجل بأن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن. الناس ما دخلوا في الإسلام بسبب القوة. ليش؟ ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم. طيب، والناس هذول اللي بيعتنقوا الإسلام من المسيحيين، يقول: لما رأوا من عدل العرب الغالبين الفاتحين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين. في شيء جديد شافوه في وجه الدنيا، شافوا الفاتح المسلم الذي يقيم العدل، شافوا القبطي الذي يأتي من مصر إلى عمر رضي الله عنه من أجل لطمة أخذها من ابن الأكرمين. هذا الذي رأوه، هذا الذي دعاهم أن يصبحوا مسلمين. إضافة ما كان عليه الإسلام من السهولة، سهولة العقيدة الإسلامية. إذن لم ينتشر القرآن بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها. ثم يلفت نظرنا بأن السلاجق الأتراك والمغول قهروا العرب، انتصروا عليهم، ومع ذلك دخلوا في دينهم. قهرونا بسيفهم وقهرناهم بحضارتنا، بل أسعدناهم بحضارتنا فصاروا مسلمين.
يمضي غوستاف لوبون يقول: كان يمكن أن يحصل، لكنه لم يحصل. كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون دائما. كان ممكن أن يحصل هذا، وأن يسيئوا عملة المغلوبين وأن يكرهوهم على الدخول في الإسلام. لكن هل حصل هذا؟ يجيب غوستاف لوبون: لكن العرب اجتنبوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. لقد أدرك هؤلاء الخلفاء بما عندهم من عبقرية سياسية أن النظم والأديان لا تفرض بالقوة، لذلك كيف سيغيرون؟ بلطف عظيم، عاملوهم باللطف، تركوا لهم قوانينهم، شرائعهم، معتقداتهم، ما فرضوا عليهم إلا جزية زهيدة، جزية زهيدة. ثم يعقب فيقول: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم. أقول الأصح أن يقول مثل المسلمين. الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم. هذا هو الذي نشر الإسلام في العالم وليس سيف القهر. نعود إلى توماس أرنولد وهو يحدثنا عن أهل مصر، يقول عن الأقباط كيف كانوا يعانون الظلم من إخوانهم الكاثوليك. يقول: جلب الفتح الإسلامي لهؤلاء حياة تقوم على الحرية الدينية، حرية لم يعرفوها منذ قرن من الزمان. عمرو بن العاص رضي الله عنه تركهم أحرارا في أديانهم، مو لازم تصيروا مسلمين، نتمنى تصيروا مسلمين، فقط ادفعوا الجزية، وكفل لهم إقامة شعائرهم الدينية. ترك كنائسهم، لم يرتكب عملا من أعمال السلب والنهب. البابا بنيامين كان مستخبي لمدة 15 سنة خائف من الكاثوليك، فلما دخل المسلمون عمرو بن العاص نادى بالأمان للبابا، فخرج البابا من مخبئه فرده عمرو بن العاص إلى كنيسته، كان متخبي من إخوانه المسيحيين الكاثوليك، الذي رده إلى كنيسته معززا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول: ليس هناك شاهد، ما عندنا ولا شاهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان بسبب الاضطهاد أو الضغط أو عدم التسامح من جانب حكامهم المسلمين الجدد. ما في عندنا أي شاهد يدل على هذا، بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح الإسلامي. لسه المسلمين ما سيطروا على مصر وبدأ الناس يدخلون في الإسلام، يعني هذا الفاتح المسلم لسه ما استقر في الأرض حتى يأمر الناس بالدخول في الإسلام، ومع ذلك الناس يتحولون إلى الإسلام. ما السبب؟ السبب أنهم كرهوا المسيحية التي كانت تحاربهم وتقتلهم بسيف المسيح. توماس أرنولد يقول: مما يدل على أن تحول المسلمين المسيحيين إلى الإسلام لم يكن راجعا إلى الاضطهاد ما وقفنا عليه من الشواهد التاريخية الأصلية. لقد تمتع المسيحيون بالحرية التامة في إقامة شعائرهم، وسمح لهم بإعادة بناء كنائسهم، بل ببناء كنائس جديدة. الليث بن سعد قاضي مصر كان يقول بأن كل ما نراه من كنائس موجودة اليوم في مصر إنما بنيت بالفتح بعد الفتح الإسلامي، وهكذا كان يقول أيضا الليث بن سعد رحمه الله. لكن تحول هؤلاء إلى الإسلام ليتخلصوا من بعض ما أجبرهم المسلمون عليه وكالجزية، وأيضا لما رأوه من تسامح المسلمين ومعاملتهم الطيبة. يصر توماس أرنولد في نهاية كتابه الدعوة إلى الإسلام على القول: ليس في القول بأن الإسلام يتقدم بقوة السلاح إلا قليل جدا من الحقيقة. الذي يقول هذا لا يقول الحقيقة، يقول جزء بسيط من الحقيقة، بل الأمر على العكس من ذلك. الناس لن تدخل في الإسلام بالقوة، وما دخلت بالقوة، إنما دخلت بالحب. هذه هي الحقيقة،
عكس ما يزعمه بطرس الناسك وعكس ما زعمه توما الأكويني. المستشرقة الإنجليزية كارين أرمسترونغ صاحبة كتاب إنجيل المرأة وكتاب حقول الدم، لها كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب يستحق أن يقرأ. تقول: لم يكن هناك أي ضغط على اليهود، أي ضغط على اليهود أو المسيحيين أو الزرادشتيين لاعتناق الإسلام. ليش؟ لأن المسلمين يؤمنون بالتعددية الدينية، لأنهم آمنوا بأن الله لم يطلب منهم إكراه الناس على الدخول في الإسلام، لأنهم تعلموا كيف يتعايشوا مع أهل الأديان الأخرى. كارين أرمسترونغ تمضي للقول إن عدم تسامح الإسلام، عندما يقع أحيانا تسامح، ليس نتيجة خلافات عقائدية، إنما بسبب أخطاء شخصية. لم يطلب من اليهود والمسيحيين أن يعتنقوا الإسلام، بل سمح لهم بممارسة أديانهم بحرية، وهكذا فعل أيضا مع المجوس. بل إن اليهود الذين كانوا يقيمون في أسبانيا هربوا من المسيحيين بعد سقوط الأندلس وعاشوا بين المسلمين. المسلمون لديهم أفق في التعامل مع الناس والرضا بهم ولو خالفوهم في الدين، هذا لن تجده عند المسيحيين أبدا. زيغريد هونكا تقول: هذا هو منهج المنتصرين، التسامح، التسامح الديني. أين روى التاريخ مثل هذا التسامح؟ لن تجد له مثيلا. لذلك نرى عيشو يابا بطريق بيت المقدس النسطوري يكتب لأخيه بطريق أنطاكيا، يقول له: إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون، ليسوا بأعداء، يمتدحون ملتنا، يوقرون قسيسينا، قديسينا، يمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا. كل اللي بيفرضوه علينا جزية بسيطة. لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وتركوا المسيحية إلى غير رجعة، ليس بسيف القهر بل بسيف التسامح والصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. لقاؤنا يتجدد بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين.